السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة نزلت بالصدفة لقيت السرفيس دوت بتاع الاكل، قلت حلو قوي، هينفعني جدا في توفير الاطباق في رمضان خاصة في السحور الكبير. زي ما انتم شايفين كده 6 اماكن، الطبق الناحية الكبيرة دي ده للفول، ده مثلا للجبنة، ده الناحية التانية للبيض، مربى، نوع جبنة تاني مثلا مخلل، اي حاجة. ده السرفيس الصغير، لو السحور كميته قليلة ممكن يتحط فيه. عايزة اقول لكم حاجة يا بنات، الستيكر اللي هو على السرفيس ده اللي هي الورق الملزوق ده ممكن تشيليه بسهولة بالاستشوار، وهوريكم دلوقتي ازاي. بالنسبة للأثر ده ممكن تشيليه بسهولة قوي لو ما تشالش معاكي من اول مرة، ببيكنج صودا وحبة زيت تحطيهم على وايبس وتمسحي، هتشال معاكي بسرعة قوي اي اثر لزق، سواء للبرطمانات، لأي ستيكر، بيكنج صودا ومعاه شوية زيت حطيهم على وايبس. بالنسبة لغسالة الأطباق الحمد لله بتخش في غسالة الأطباق كويس جدا، والمدورة هتقف على الباب، بس أهم حاجة إن المروحة ما تخبطش فيهم، بس المروحة جامد كده، المروحة ما بتخبطش فيهم. الفول مفيش أسهل من عمايله، كيلو فول ممكن يقضي معاكي شهر على حسب عدد أفراد الأسرة اللي عندك، وتوفير كمان احسن ما بتشتري من بره، ونظافة كمان، انت ضامنه انت اللي بتعمليه بايدك. بتنقعي الفول ساعتين تقريبا وبنفس ميته، بتشغلي عليه النار، وبعدين اول ما يغلي تحطي عليه معلقتين رز مصري ومعلقتين عدس اصفر وبس، وبعدين توطي النار وتحطي تحتيه شياطه، بس اهم حاجه يكون الميه مغطيه الفول بكميه كبيره كمان، وتنسيه على النار، بس لازم توطي النار جدا جدا خالص، ان الميه بتاعته قلت بتغلي شويه ميه وبعدين تحطيهم عليه، ما تحطيش ميه ساقعه، اغلي الميه، لازم الميه تتغلي الاول، ولازم تخلي الفول فتره كبيره، يعني مش اول ما الفول يطرى معاكي خلاص ده استوى، لا خليه فتره كبيره عشان القشره بتاعته كمان تستوي اكتر، عشان وانتي بتضربيه تلاقيه ناعم اكتر. بعد كده اول ما بيبرد بحطه في اكياس التفريز، ودي يعني ميزه جدا عن الاكياس العاديه، اولا هي امان باذن الله وصحيه، وسهل ان انت تفتحي الكيس وتاخدي منه الفول، وسهل ان يتفك معاكي. بحطه في الاكياس وبحطه زي كده في الفريزر، لما بتحطي زي كده في الفريزر بس سهل انك تسحبي الكيس، سهل انك تسحبي الكيس اللي انت عايزاه. ده تقريبا دول كم، ده كيلو تقريبا، بتقسمي على حسب احتياجك اليومي. الصبح بتطلعي كيس وتحطيه تحت في التلاجة يفك، على اخر النهار تضربيه بالهاند بلندر لو عايزاه ناعم، ما ينفعش الفول او اي بقوليات تضرب في الخلاط، بتبوظ الخلاط على طول، هاند بلندر هو امن حاجة للبقوليات. بحط بقى عليه الطحينة، الملح، كمون، خل، الحاجات بقى، الخلطة اللي انت بقى عايزاها اللي انت بتعمليها بقى، كل واحدة بقى وجاتها. بالنسبة يا بنات للشمع الأمن والأوفر طبعا دلوقتي الشمع اللي هو بالبطارية، أوفر بكتير وأمن من الشمع العادي، وخاصة لو في أطفال، حتى الشمع بالبطارية أنا حاسة إن هو أقوى من الشمع العادي في التأثير بتاعه. اللي جوه دي شمعة عادية، هنبدلها دلوقتي بالشمعة اللي بره دي، حتى انا بخاف من الميه اللي بتبقى حوالين الشمعه، الشمعه العاديه بتبقى في حوالين ميه كده ممكن بتنزل وبتلسع، لكن الشمعه اللي هي بالبطاريه طبعا امن بكتير. تعرفي الستيل اللي قدامك ده اصلي ولا مطل كروم؟ احتفظي دايما في شنطتك بقطعة مغناطيس زي دي، او في بعض الشنط في مغناطيس طبيعي في الكليبس بتاعها اللي بيقفل، ممكن تختبري بيه الستيل اللي قدامك، وامشي بالمغناطيس على القطع اللي قدامك كلها، علشان في بعض القطع بيبقى نصها او بعض اجزاء منها مطل كروم وبعض الاجزاء التانية استيل، عشان تتأكدي ان القطع اللي معاكي كلها استيل. يا رب افكار النهارده تكون عجبتكم، لو عجبتك الافكار يا ريت يا بنات ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وكومنت، تقولي لي فيه
ايه كمان تكاتك علشان نوفر شوية في الاطباق اللي بتطلع لنا في رمضان ونوفر في اكل البيت. اشكركم جدا. تنسيش تدوسي على رمز الجرس ده عشان يوصلك الاشعار اول ما بينزل الفيديو. اشكركم جدا، في رعاية الله.